تحذير قبل ما نبدأ في الفيديو، رجاء عدم النظر إلى الشمس بشكل مباشر بواسطة النيكد آي أو بواسطة العين المجردة بدون استخدام فلاتر أو أجهزة خاصة. الظاهرة بتاعتنا النهاردة هي ظاهرة البقع الشمسية أو السان سبوتس. السان سبوتس هي من الظواهر الفلكية المهمة جدا اللي بتحصل على سطح الشمس. تم اكتشافها بواسطة العالم جاليليو، ولكن تاريخيا بنقول إن في الحضارة الصينية الناس شاهدتها بالنيكد آي، وبالتالي إحنا ممكن نصحح ونقول إن مش أول واحد هو اكتشف البقعة الشمسية وجاليليو جاليلي، هو أكتر واحد لاحظها بواسطة جهاز جديد وهو التلسكوب، لكن في ناس في الحضارة الصينية شافتها بواسطة النيكد آي. إيه هي البقعة الشمسية؟ إزاي بتتكون؟ دورات حياتها؟ هي بتنتج عن إيه؟ ده كله هنعرفه إن شاء الله من خلال فيديوهات متلاحقة عن ظاهرة البقع الشمسية. اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة هو التكوين بتاع البقع الشمسية وإزاي هي بتتكون. البقع الشمسية في الأساس ممكن تظهر بشكل مفرد وممكن تظهر بشكل مجموعات، زي الصورة اللي خدها جاليليو جاليلي أو أول صورة أخدها جاليليو جاليلي. زي ما احنا شايفين دي كان رسم في الكتاب بتاع جاليليو أو بتاع جاليليو. الصورة ديت لمجموعات أو لحاجات individual أو لحاجات مفردة من البقع الشمسية، فهي ممكن تظهر على شكل مجموعات أو ممكن تظهر على شكل مفرد أو بقعة مفردة. ممكن تتشاف بالمنظر دوت. دي المجموعات بتاعة البقع الشمسية ودي بقعة شمسية مفردة. طيب هي ازاي بتحصل أو هي بتتكون من ايه في الأساس؟ البقعة الشمسية في الحقيقة احنا عارفين ان درجة حرارة الشمس من الداخل حوالي اكتر من 14 مليون كلفن، واحنا طالعين من باطن الشمس في اتجاه سطح الشمس اكيد درجة الحرارة بتقل الى ان تصل الى 6000 درجة سيليسيوس، يعني سطح الشمس بياخد 6000 درجة سيليسيوس. طيب البقعة الشمسية بتبان بالمنظر ده ليه؟ بتبان لأنها أقل درجة حرارة من سطح الشمس اللي حواليها. درجة حرارتها بتوصل لحوالي درجة حرارة البقعة إلى حوالي 4000 ديجريس، فإحنا بنقول إن البقعة الشمسية أبرد من سطح الشمس، فبتبان باللون المظلم، فبتبان باللون المظلم. طب بتتكون من إيه البقعة الواحدة؟ البقعة بتتكون من منطقة very very dark أو مظلمة تماما، بيطلق عليها اسم الأمبرا، ومنطقة حواليها أقل منها إظلاما بيطلق عليها اسم البين أمبرا. البين أمبرا والأمبرا هما بيكونوا البقعة الشمسية. نتيجة الـ differential motion بتاعة سطح الشمس أو كرة الشمس بيحصل twisting للماجنتيك فيلد، فالماجنتيك فيلد اللي بيتكون أو اللي بينتج عند البقعة بيمنع درجة الحرارة أو الهيت انرجي اللي هي جاية من باطن الشمس إلى السطح إن هي تمر إلى السطح، وبالتالي درجة الحرارة هتقل تدريجيا عن اللي حواليها. يعني المنطقة دي فيها كمية كبيرة جدا من الحرارة جاية من باطن الشمس فبتظل عن 6000، أما الماجنتيك فيلد هنا حجز أو منع إن كمية من الحرارة من باطن الشمس إن هي توصل للسطح، وبالتالي ظهرت بالمنظر ده أو بالشكل المظلم ده. إن شاء الله هنتكلم عن الدورة دي بتتم إزاي، البقعة الشمسية بتتحرك ولا بتتحركش، إزاي نعرف نسجلها، إزاي نعرف نعدها. إن شاء الله ده هنتكلم عليها في حلقات جاية. لو تلاحظوا في الصورة حجم بقعة شمسية من البقعة الشمسية الكبيرة بالنسبة لحجم الأرض، حجم الأرض بالنسبة لها طبعا مفيش مقارنة خالص بحجم البقعة بالنسبة لحجم الأرض. أشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.